ابراهيم خلاص احمد خلاص لا تبكي خلاص اعوذ بالله ناد علي يا غبي انك شايلني انا معي صدى ناد علي طاولة الميتنج ها ناد علي تعال اجلس الميتنج هذا اللي وصيتنا عليه يا ابو رحيم اللي وصيتنا عليه طبقوه العيال تعال تعال هذا اللي وصيتنا عليه طبقوه العيال تعال يا محمد ناصر تعال تعال اجلس تعال الله ناد العيال الباقيين تعال تعال محمد ناصر خلوا علي خلوه تعالوا تعال يا خالد يا خالد يا ولد ماني حولك تعال يمكن اترطخت بالشوكولاته انت ليت فدا يا رجال تعال اجلس تعال هلا 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 بدنا هلا تعال اجلس بعيد الصوت ما اسمع اعوذ بالله تقول صادق ما اسمعك ترى سلام عموني ما اسمع ما اسمعك اي الحين اسمعك ايه لا مسجل كل شيء عندي انا ايه علومهم كلها هم يدرون اني مراقبهم اول باول مسجل علومهم كلها الموت زين ايه هو الملف عندي الان انا مسجله عندي لا اجلس 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 بروح عند عياله اجلس 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 باعونا اول شيء ابن ابوي كل ذا خلكم من هذه كل اللي قاعدين تشوفونه سي في اسمع عشان تدرون يتابعكم واحد واحد اول شيء انت وعدتني انك تكون اقوى متمرد في البرنامج كله صح هذه بدايات ابو رحيه بدايات تونا بدايات ابشر بس كيف احنا في البدايات الحين لازم تعطيهم وضعيه انك سيده فهمت ايوه يعني في البدايه تخليهم توثقهم يعني تمشي سيده كذا حلو الانظار تروح عنك يمين يسار يمين يسار يمين يسار وانت تسوي يمين يسار يمين يسار زهني يعني هذه تعتبر ذكاء ايه زهني وش سويت طيب سوينا اشياء ما كنت تسوى علمني بيني وبينك وش سويت والله ابقى صامدا لا يبقى صامت اذا ني يبيني يعفيه لا يبقى صامت اها إيه انا بعلمك انا وش سويت وماني باقي صامت بس يمكن الـ 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 الموضوع ايه طيب حشره جميل وش اللي تقوله من قصيد وانك تبي تروح مع سعد وانك افا ليه اروح مع سعد افا نعم سعد قصدك سبيعي سعد سبيعي والله نعم الرجل طبعا امس كان في اجتماع ما بيني انا واحمد حنيف من فريق عبد الله خماش ايوه ومسعود شعفول من فريق بهاج ايوه كان عندنا اتفاق مسعود من واحد مسعود شعفول مع فريق بهاج كيف تجيك هو نفسه هو مسعود واضح في بيع في الموضوع ايوه فكان الاتفاق راح يكون راس براس يعني انا في النهايه قلت لا انا اثق ان ابراهيم راح يظهر اليوم ايه قالوا ليه قلت الليله 15 يلا سامحتك محمد ناصر انت رجل عظيم اعتب الله يسعدك محمد ناصر بطل والله الله يسعدك قسم بالله اني صادق والله اني الله يعزك واقدرك والله انك بطل ما له دخل افهم والله كبد والله العظيم بطل هذا الشغل هذا الشغل ايش رايك فيني وانا بسام عشان تدرون بسام من تعرف البدايات بطل اليومين من العزبه انا اتوقع انك تصادق والله العزبه ابو حي العزبه العزبه انك العزبه اسمع العزبه من اليوم بنطلها اسمع طول يدي لا تنطلها خلى محلها والله هذا كما بغيت عاد قهو اما نظامك مسكن العزبه تدري ايش اشغلني ها اجيب لهم العزبه قهويهم واسوي لهم قهوه وشاهي وعود ازرق كل شيء خلاص قاعد تغسل قدحان الحالي هنيه ساعتين راح الوقت لا 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 لا, لا ما عاد لك شغل قدحان وشيء تبي تسوي قهوتك تعال سوي وامشي بس الجدحانك تمشي مالك في العالم انت انتهى. انت عليك بالبرنامج هنا تسمع ولا ما تسمع اعلن والتمرد اذا ذكرته لك ايه بعدين يا فضيحه انت وياه وش الرجال هاربين اليوم ما لكم رجال زبن معكم معهم حوف الذيب يعرف ما انت ما تصير غبي يا ابو حيه احنا رجال نعرف متى ها ومتى ها اما الرجال موجودين علي الطلاق بكم كفو ابشرك هنا
فاصلين انا الحالي طلعتها. فاصلين يا عيال غلط، انا جبتهم كلهم. ايش غلط؟ خليتهم يجون يتدرون معي. لا لا ما في قسم، لا لا ما في، ما في اي قسم في الموضوع. لا انا طلع فاصل عليك. ايه اسلم كفو. صح اتحدى مينو مينو اسلم. انت حلو الحين شوف وش سويت الاسبوع ذا. اعلمك ايش سويت. ايش سويت؟ فهد معيان سجل عندك كل كذا. فهد معيان، محمد دعيلة، سلطان الميلي، عزيز محمد، نعددهم يدخل. لا لا طلعهم من جيبك تكفى، طلع ولا خلهم. خله خله عرفنا. سلطان الميلي مخبل حاله على جنب ولد. سلطان الميلي ابسط من البسيط. يفتحون ذا برنامج ما ادري ايش النقد ما ادري ايش سالفته ذا. ايوه يستفتحون بيقول محمد ال دنعه الرجل العظيم العظيم. يا اخي رجل بعدين بعدين ابو رحيم انت الحين انا ابي افهم عقلك معك كيف تنحاش وانت تشوف الاعداد والاداره موجودين. اوه يا ربع فريقنا 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 لو سمحت عطها. ايوه صالح يلا الحب حطني يدي يطلع عليها. يا ولدي ما يمدي ما ولد والله يا احمد ولد رحيم هذه والله الشعب يا مرحبا والمرحبا لا من قلتها راشي الطبخ يلا اسمع خاص يا احمد ولد رحيم الله الله يا اولا شوف شوف مبروك التوثيق الله يبارك فيك هذا واحد ثاني مو بحقك بس انت تعرف الظروف اللي احنا فيها موجود قبل شوي والله شوف نعم الله يسامح اولا قبل شوي محتفلين شوي الشباب منك 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 من هني الله لي الله لي الله لي الله لي ودي ودي احط بعيني عشان احس اشوفك عدل تكفى الله يسامح لي سم 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 الصبح الله يسامح مني سوي سواتك الله لي والله لي سم سم الله لا يهينك يزهاك البش تزهاك طيب تطيب 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 الليدر رقم واحد ليه ما يجي يدركم يا اخي مسندها على جبال نعم. كل واحد يقول الزود عندي الله يبين وجهك ابشر بس سعد ابشر بس سعد ابشر بس سعد ابو رحيم دقيقه يا دقيقه لازم اطلع فوق لا 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 ارجع 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 مالك خلاص الكرسي لا لا الكرسي امسك الكرسي كرسي كرسي الكرسي ايوه يا سلام بسم الله على بركه الله ما شاء الله ما شاء الله الغلو الغلو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حط ايدك حط ايدك بارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله قاعد ها الف الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد الله يبارك فيكم الله يسعدكم هذا وش فيه حسب تعطل لا لا عود 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 طبعا لا 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 ابو ملاحي لا خليك قوي خليك قوي خليك قوي تكفى هاك خليك سبت الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس جميل جميل هاك عشان تمشي هلا لا رجلي انا مناسبه معك هسه الحين يبي لي اجتماع خاص ابو رحيم تفضل ابو رحيم في الله يهيكم بيض الله وجيهكم رجعتون اول شيء نشكرك على الافكار والاسقاطات اللي جبتها لنا يا عيال عيال ما انا ما جبت لكم شيء هذا والله من طيب روسكم عشان تدرون اني عليك زود اني ما اعتمدت الا على اجباص بس والله العظيم شر الله بس ما يدق علي يقول لي تعال جيب شو اسمه انا مسوي الحاجه الفلانيه رجله ربعك مسوي مدري ايش تقول تقص تعرفون اللي ابوي يروح انت اخر يوم قلت تمرد بلطف صح يا سلام احنا سوينا التمرد اللي ما حد ها يا سلام عليك تسالنا بس اولا اسمحوا لي انا جيتكم متاخر عادي عادي ما بطسين الا من كبره يا ابو عسى الله طيب يبارك الله يجزاك هو وزنا وجسما صحيح البارح تصفقت بيبان من الاستاذ فاميم ما خلى احد ينام صراحه فعلا استاذ فاميم يعني احنا ودنا نكثر نعطيه اشغلنا الله يشغل عدوه والله يشغل بطاحته عادي المفروض انك تتفاهم معه لانه ازعج فريقك وتكلمت عليه قبل الظهر عين الف مسوي خوي ما ادري سالفته عين الف عين الف عين ألف عين ألف عين ألف عين ميم لا عين ألف من عزيز محمد ما انت بطيء مني بعد نون ألف يا ونعم الرجل ما قلت شيء يبا سين ألف روح لا 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 أبطال يا عيال قسم لكم أبطال راح شوف عشان يدرون أمريكا كله بالألغاز رياضة يفهم بين بعض والله يا عيال شوف بيض الله وجهكم اقسم بالله اني صادق ترى انا متابعكم اول باول تكلمنا عن اسقاطاتك تكلمنا عن اداره محاورك تكلمنا عن عن وش نقول يا جميل يا حبيبي بطل عود من عقل كنت اتمنى انك احد الهاربين اليوم بس ما بخلاف ابشر بالحظ يمكنك هارب
وبس انك ذيب يمكن شيء وارد يمكن الثنائيه الجميله اللي الجمهور يحبها جدا يمكن ما تدرون عنها انتم بس يحبها صدق يعني الرياكشنات والاشياء هذه التناغم بين بعضكم محمد ناصر وعلي العساف ترى الناس تحبها جدا يعني مو القط والفار حرام عليك مو مهم يعني ثنائية حلوة يعني والله ثنائية عزبة في خيارات ولا مجبورين لا صدق يعني والله صادق والله الجمهور يحبها منكم يعني ما ادري انها عفوية جدا بس كذا في تناغم حلو حاجة حلوة يا اخي هنا 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 تناغم ابو عشق كان بطل يستاهل له يومين مختفي امور مسجل الملاحظات عندي امور ان بالله يورينا يعني امور بنعلم كلها شوي عندك فقره انت روايه وقصص كل بث صحيح كل بدايه بث عباره عن فقره تشويقيه طبعا سلام عليك مجزء تعرف في بدايه البث غير تيمنا الربع دائما تلقاهم متاخرين احنا اخذنا الالتزام منك في بدايه البث فقط بعدها تنام ثلاث ساعات انا معلش والله ما احضر الا 10 الليل اصلا اي لان اختفاءاتك واجد يقولون موجود عندي لا انام لان فاء ميم يجي صحينا الظهر صحيح وين فلان اقول انا ايش يدريني بفلان فارجع حولان ما انام الله. اقوم 9 العشاء اصلي اترتب البس اجي هنا ونلعب بس اسمح لي اقول لك السبب الحقيقي وشو احنا اربعه مقسمين الابداع على اوقات معينه فانا في بدايه البث كل واحد على تسع بسام على فودنع فنغطي كامل لان تعرف بدوننا شو بالذكاء يسقط البث يعني ما يحتاج نحرق كروتنا في وقت معين كل واحد له وقت يا سلام يا سلام هذا اللعب هذا الصح نزل بس بس اتمنى انك تتوسط تعبتني انا وش تبي عند الاستاذ وليد قشران ايش تبي ان يضعني خلف الباب ايش السالفه يضعني خلف الباب الله لا والله في عنده فقرة لازم الأستاذ أحمد رحيم يبقى له بصمة في البرايم وإكمال للمسيرة العظيمة ساعدك الله عليك والله ساعدك دندن 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 هو أنا وصلت للمرحلة الأخيرة ودائما أقولها أنتم ما يخاف عليكم لا يحتاج إني أروح وأجيكم نفس اللي جيت لا ما يحتاج شباب ذولي ترى أنا واقف معاك هو المفروض إنك ما عنيت عمرك وجيت اليوم بس عادي خليك تكفلتكم زين فجيت اليوم نظرتك موجودة في الإعداد الله يبيض وجهك عقالك موجود في الإعداد إنسان عظيم ايش تبي في خبرك؟ قول اللي بس قول جايب حلا وكيك وين ايش ما تكفل لازم ماكلونه صورته ما حد يقرب انا ما يجونه قول ليش قول ليش ما اكل حلا انا مصافحتك لي تعتبر اكبر حلا طيب في حاجة اللي جبتها طبعا ابو رحيم تكفل بأغراض اسقاطه والأغراض الإسقاطة هذه بعد ما ننتهي منها راح تكون لك يا علي اللي هي عبارة عن أوزان رياضية لتمارس الحياة الطبيعية الله عليك يا أخي انقذت شوف 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 الباشا نقص من دخلت البرنامج شوف محمد الدنع نقص هو كذا نقص لا محمد كذا نقص كذا الحين كذا ناقص كذا يعني كيف قبل يعني ما شاء الله يعني لا أبي 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 كذا يلا خليها تضحك خلها أخوك الصغير انا مثبتك اخوك الصغير خل علي ما بسام اخوك حكم انا وقف الله عليك لا جيم عادل جيم عادل جيم عادل دقيقه ابي علي خليك هنا علي تعال هنا انتبه لك ها خليك خلاص عين عليك اسمع علي ترى مين على بيك علي تعال جسمينا خليك هنا ايوه لا اسمع اخوك الصغير يعني حتى لو يضربك خلي والله اني احبه غالي غالي واضح تقول ذي طايش امسك بطاقة لا تمشي قدام النار طفى زين اخوك والله الكويتي ده حيل مينو الثاني احد ضربهم ولا شيء لا اما الثانيين انا في وجه الله تعالوا يا شباب سم عادي تصير على العزم مكمل اربع يدك علي شوي علي يدي يدي تحت 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 كفايه علي اسمعك ما يحتاج لا ما يحتاج انت بس خليك كذا مو احنا نفهم ايه خليك كذا بس خلاص اوكي ايه خلاص بشويش يعني بشويش ايوه خليك كذا من بعيد كذا اوكي للنهايه يا شباب ولا لا؟ للنهايه للنهايه يا شباب للنهايه ولكل برايم ياس اوه بغيت تروحي ابشر بس Oh!
فيها متسلسل خلاص نزلني 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 والله حيك لو ابغى شيء بتصل عليك يا ابد يلا يا سعود تبي شيء الامير يلا شد حيلك خبرك بطل